السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تابعنا الأعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف نحاول شرح تيم فليكس أجنسي لجلب زيارات إلى موقعك، مدونتك، منتداك إلى ما غير ذلك. هذا الفيديو ليس على سبيل الحصر، وإنما فقط ليعطيك فكرة، فقط ليعطيك صورة عامة كيف يشتغل البرنامج لكي تجلب الزيارات إلى موقعك أو مدونتك وإلى ما غير ذلك. قبل ما نبدأ، البرنامج ليس مجاني، البرنامج مدفوع، لكن يمكنك تحمله من موقع دكتور فرفر. كل ما عليك أن تقوم بالإعجاب بصفحة دكتور فرفر، وسوف تجد رابط لموقع دكتور فرفر. قم بتحميل البرنامج وبتصطبه. على ما أظن هناك تحديد أخير قام دكتور فرفر بنشره. أنا حاليا أشتغل على النسخة 4.8، ليس هناك أي مشكل. يمكنك الترقية إلى آخر نسخة، أو يمكنك أن تعمل على نفس النسخة. بعد تصطيب البرنامج وتشتغل عليه، يمكنك يعني أنت مخير، يعني سواء تشتغل بالبروكسي أو لا تشتغل بالبروكسي. لكن إذا كان عندك حسابات عديدة، حسابات رسمية مختلفة، فأنا أنصح أنك تستخدم بروكسي. مثلا شغل البروكسي ده عندك، إذا ما عندك بروكسي لا تشغل البروكسي. وفي نفس الوقت يجب أن تفعل هذه الخاصية أوتو بوستينج، لأنها مسألة جدا مهمة. في البداية سيكون عندك يعني البرنامج فارغ، ليس هناك أي شروحات أو أي معلومات هنا. كل ما عليك هو أنه تذهب إلى هذه الواجهة أو هذه الصفحة، هذه البلاي ليست عليها مجموعة من الفيديوهات. أنصحك بتشاهد شرح معمق لبين فليكس أجنسي. بعدها هناك من يستخدم هذه الخاصية، يعني بين. أنا لا أنصح ولا أحب أنك تبحث أو تستخدم البين، لأنه بكل بساطة سوف تظهر لك نتائج من منصة بينترست، وكل هذه النتائج هي طبعا لأشخاص آخرين، وهناك احتمال كبير 90% أن هؤلاء الأشخاص سوف يبلغون عن القناة الخاصة بك، بينترست، الحساب الخاص بك كما تشاهدون معي. إذا نقرنا على هذا الرابط، هو رابط أحد على موضوع المتتبعين قام بترويج لأحد الحملات، وكنت تشاهدون معي السيد كريم اللي يعني يشتغل على بينترست ويروج لحساب الأفليت الخاص بي على أليكسبريس، وهذا أمر مميز جدا. لنفتخر أن هناك الأعضاء يطبقون الشروحات ويتفننون في ذلك. كيف نقوم بذلك؟ وأنا لا أنصح باستخدام بين، وإنما يذهب إلى أبلود. أوكي، نذهب إلى أبلود، نذهب إلى سيتينجز، نفعل هذه الخاصية، نفعل هذه الخاصية. أنا دائما أشتغل على 15 و30 دقيقة، يعني بين نصف ساعة وربع ساعة تقريبا سوف يتم نشر واحد بين. هنا نقوم بوضع الوصف، هنا نضع رابط الموقع، رابط المقالة، رابط المدونة إلى ما غير ذلك، وهنا نقوم برفع اختيار الصور، وننقل على سيف سيتينجز. بعد النقل على سيف سيتينجز سوف تذهب إلى Pending Image، ومثل ما تشاهدون معي لدينا 978 صورة. كل هذه الصور يعني لديها وصف هنا، هنا لدينا الرابط، هذا الرابط يحيلنا إلى الموقع الخاص بي. فقط مسألة جد مهمة، هو أنه هذا الموقع فقط لتطبيق الشروحات، وليس بالضرورة أنك تقوم بنفس الشيء، يعني يمكن يكون مدونة، يمكن عندك موقع لما غير ذلك. فقط انتبه جيدا، الصور يجب أن تكون يعني الصور يعني مميزة، يعني في نوع من لها علاقة بالنيتش أو لها علاقة بالموقع. فأنا مثلا أعتمد في عندي مدونة لها علاقة بالهجرة إلى كندا، هنا لدينا مجموعة من المقالات لها علاقة بكندا، وفي نفس الوقت أنا لدي هنا مجموعة من الصور التي لها علاقة بكندا. وما إن ينقر الشخص على هذه الصور سوف تنقله مباشرة إلى الموقع الخاص بي، وسوف يجد مجموعة من المعلومات لها علاقة بالهجرة إلى كندا. أنت يمكن عندك مثلا موقع لتصميم الملابس، موقع مثلا لآخر صيحات الموضة، الحلاقة إلى ما غير ذلك. يمكنك مثلا أن تقوم بنشر صور للدايت مثلا، وسوف تجد رابط في تعليقات أو الوصف لهذه الصور، يمكنك تحملها مجانا وتشتغل عليها مثلا. ومن بناء على ذلك سوف يدخل الشخص إلى موقعك إذا أعجبته الصورة وكان مهتم بالنيتش الخاص بك. وهذه الزيارة طبعا هي زيارة حقيقية، إذا كان عندك إعلانات أدسنس، إذا كان عندك هنا مثلا رابط أفلييت، يمكن الشخص أن ينقر عليه وسوف ينتقل مباشرة إلى ذلك الموقع، مثلا للشراء أو تحميل برنامج معين أو إلى ما غير ذلك. كما تشاهدون معي أو شاهدتم معي، البرنامج سهل جدا، ليس بمعقد، فقط يكفي أن تشغله لمدة لساعات معينة. مثلا أنا دائما أشغل البرنامج 24 ساعة على 24. دمتم في رعاية الله وحفظه، أشكركم للمتابعة، ولا تنسوا متابعتنا على فيسبوك دكتور فرفار وزيارة الموقع لتحميل البرنامج. دمتم في رعاية الله وحفظه.